منذ بداية القرن التاسع عشر كانت القطارات دائماً تعبيراً ممتازاً عن الهندسة البشرية، وبسبب اختراع القطارات انتشرت الكثير من التطورات بين الدول، ووسعت القطارات مجال التكنولوجيا، وتعتبر القطارات من أفضل وسائل النقل على الإطلاق، وتلقى تطويراً مستمراً يوماً بعد يوم. والفيديو الخاص بنا اليوم سنتحدث فيه عن أسرع القطارات في العالم. القطار الإسباني قمة السماء سيمينز فارلو 103. تم تطوير القطار الإسباني من قبل المهندسين الألمان، والذي يوصل بين مدريد وبرشلونة. يسير هذا القطار بسرعة 350 كيلومترا في الساعة في عام 2006، وبعد بعض التطورات التي أضيفت إليه وصل إلى 400 كيلومتر في الساعة. والجدير بالذكر أن هذا القطار يمكنه السير في الظروف الجوية القاسية. الوصول بين المدن الرئيسية في إسبانيا يستغرق بهذا القطار نحو ساعتين ونصف الساعة فقط. وبدأت هذه القطارات العمل في إسبانيا منذ عام 2001، وبدأت فقط بثماني عربات ركاب بسعة إجمالية 404 ركاب. القطار الصيني. تم تصميم هذا القطار الصيني ليسير بسرعة 380 كيلومترا في الساعة، وأقصى سرعة له وصلت إلى 486 كيلومترا في الساعة، وتشارك أكبر شركات السكك الحديدية في الصين في تصنيع هذه الوحوش الآلية. وما يميز هذا القطار أنه له تصميم فريد من الداخل يشبه الطائرة، وبدأ بثماني عربات ركاب تسع حتى 494 راكبا في سبتمبر 2010. وبدأ العمل في القطار على خط شانغهاي نانجينغ، ومؤخرا بدأ خط عمل آخر بشكل يومي على خطوط كوانغتشو وشانغهاي هانغتشو. وتم تصميم نظام لهذا القطار لمنع الضوضاء أثناء السير ليساوي 68 ديسي، وهو نفس الصوت الصادر عن الغسالة الأوتوماتيك. قطار ماجليف فائق السرعة الصينية. يعتبر القطار ماجليف الصيني أول قطار يعمل على إطار مغناطيسي معلق، وبدأ العمل في 2004 في مدينة شانغهاي الصينية، ووصلت سرعة القطار إلى 431 كيلومترا في الساعة، أي بإمكانه قطع المسافة بين وسط المدينة إلى المطار فقط في 7.8 دقيقة. وساعد في بناء هذا البناء المغناطيسي للقطار مهندسون من ألمانيا، وأول رحلة تمت بشكل تجريبي لهذا القطار كانت في 31 من ديسمبر من عام 2002، ليصبح جاهزا للعمل بشكل نهائي في عام 2004. وهو القطار الوحيد المعلق على ألواح مغناطيسية في العالم حتى الآن، وتكلف بناء هذه السكك الحديدية نحو 600 مليار دولار، وجعل هذا القطار الدخول إلى الصين والتجول فيها سهلاً وسريعاً جداً وجذاباً، وجذب الكثير من السياحة لرؤية هذا القطار المذهل. القطار الإيطالي. قرر الإيطاليون مواكبة التقنيات الحديثة، وقاموا بتصميم هذا القطار الذي يمكن السير بسرعة تصل إلى 574 كيلومتراً في الساعة، ولكن متوسط السرعة للقطار هي 360 كيلومتراً في الساعة. ويتميز هذا القطار بالتصميم الفريد والشكل الأنيق للقطار من الداخل والخارج. وقرر الإيطاليون تصميم واجهة القطار ومؤخرته بهذا الشكل حتى لا يؤثر الهواء على سرعة القطار، وكما أنه تستطيع تحمل كميات كبيرة من الطاقة في التصادم. ويتكون القطار من 11 عربة تسع حتى 450 راكبة. القطار الياباني. يعتبر القطار الياباني أسرع قطار في العالم، ويستخدم تكنولوجيا الطاقة المغناطيسية في السير، ووصلت سرعة هذا القطار الرائع إلى 630 كيلومترا في الساعة، وبدأ أول قطار من هذه القطارات في اليابان العمل فيها عام 2003، وكانت سرعته وصلت إلى 581 كيلومترا في الساعة، وبعد بعض التطويرات وصل إلى 630 كيلومترا في الساعة. ويستطيع هذا القطار منافسة الطائرات في السرعة، ولقي هذا القطار إعجاب الكثيرين في العالم،
ويرى الأخصائيون أنه التطور الطبيعي الذي سيلغي كل أنواع القطارات الأخرى التي عفى عليها الزمن.